أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن أجر من قام بالإحسان إلى الحيوان من طير أو قطط أو كلاب وقام بسقايتها عند الحاجة إن له مغفرة من الذنوب ودخول الجنة، ويعد عمله من أعظم الأعمال. إطعام النمل صدقة. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر.